بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإن اليقظة لمرور الزمان وتعاقب الأيام وقرب انتهاء الحياة واقتراب الساعة من صفة أهل الإيمان، ذلك أن الغفلة عن الموقف بين يدي الله غدا من صفة أهل الكفر والنفاق والعياذ بالله، كما ذكر الله عز وجل عنهم في كتابه: أولئك هم الغافلون. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى الموقف بين يديه غدا والسؤال الذي يخشى منه الأنبياء ويذهلهم، فكيف بمن دونهم؟ فقال سبحانه وتعالى: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. فذكر الله سبحانه وتعالى أنه سوف يسأل الجميع، فلنسألن الذين أرسل إليهم كما قال سبحانه، ولنسألن المرسلين كما قال سبحانه وتعالى: يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. من شدة هول يوم القيامة يذهل الرسل ويفوضون علم ما أجيبوا به إلى الله سبحانه وتعالى، وكذلك لأن من أجابهم فإنهم لا يعرفون ما في قلوبهم، كما قال نوح عليه السلام: الله أعلم بما في أنفسهم. فالله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم حقيقة ما أجيبت به الرسل من صادق أو منافق أو كاذب أو مخادع، فالله عز وجل هو الذي يعلم ما تخفي الصدور، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وإذا كان الرسل من شدة الهول يذهلون عن ماذا أجيبوا به، فكيف بمن يسأل عن القليل والكثير والصغير والكبير والنقير والقطمير؟ ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من نوقش الحساب عذب. نعوذ بالله من ذلك. نسأل الله أن يحاسبنا حسابا يسيرا. فالسؤال شديد، يسأل الإنسان عن الصغير والكبير، كما قال سبحانه وتعالى عن قول الكافرين يوم القيامة: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها
ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ضجوا من الصغائر قبل الكبائر، نسأل الله العافية. قالوا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة، ذكروا الصغائر، ولا كبيرة، ذكروا الصغائر قبل الكبائر، وذلك لكثرتها وضررها. وقد ذكر بعض السلف أن الإنسان يسأل يوم القيامة حتى عن كل شيء، حتى عن الطينة يفتها بيده. لو أنك تنكث بعود في الأرض أو أنك تفت طينة بيدك فسوف تسأل عن ذلك، لما فعلته، وهل فعلت ذلك طاعة أم معصية أم مباحة، أو أنك فعلته وأنت لا تشعر. فالإنسان يسأل حتى عن هذا القليل جدا الذي يتصرف فيه كل يوم، فكيف بالمواقف الخطيرة في حياته؟ فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. فإذا علمت عبد الله أنك موقوف بين يدي الله وأنك مسؤول، فأعد للسؤال جوابا، واحذر من خطر الفضيحة بين يدي الله عز وجل، واستحي من الله سبحانه وتعالى حق الحياء. وإنه لتأتي على من يؤتى كتابه، على من يؤتى كتابه بيمينه لحظة يظن فيها أنه هالك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في النجوى: يدني الرب سبحانه وتعالى عبده ويضع عليه كنفة، أي سترة، فيقرره بذنوبه: ألم تعمل كذا يوم كذا، ألم تعمل كذا يوم كذا، فيقول بلى، حتى إذا ظن أنه هالك، حتى إذا ظن أنه هالك قال: فإني سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. ثم يؤتى كتابه بيمينه فيقول: ها أم قرأ كتابيه. فانظر إلى هذه اللحظة ومعنى الهلاك فيها. ولقد أيقن أن الهلاك هو دخول النار، وغلب على ظنه بسبب الذنوب أنه داخل النار. فأي لحظة هذه المخيفة الرهيبة التي يتعرض لها المؤمن حتى ولو كان يؤتى بعد ذلك كتابه بيمينه. ولذا قال عمر رضي الله تعالى عنه: والله لو كان لي قلاع الأرض ذهبا لافتديت، لوددت أني افتديت من عذاب الله بقلاع الأرض ذهبا قبل أن أرى عذاب الله. يعني لو لم يدري أناج هو أم غير ناج، وكانت له قلاع الأرض، ملء الأرض ذهبا، لافتدى من عذاب بها من عذاب الله عز وجل قبل أن يراه وقبل أن يعلم، تخلصا من هذا الموقف العظيم. وهو من هو رضي الله تعالى عنه؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه، الذي هو أفضل هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم وبعد أبي بكر الصديق، وعمله في السبق في الإسلام وإعزاز دين الله والجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ما كان من ثبات على الدين، ثم ما كان من متابعة ومعاونة لأبي بكر رضي الله تعالى عنه، ثم ما كان من خلافة عادلة فتح الله عز وجل بها المشارق والمغارب، فتح الله عز وجل بها كنوز كسرى وقيصر، وفتح الأمصار ومصرها رضي الله تعالى عنه وهو يقول ذلك الكلام، ثم بعد ذلك شهادة وهو يقول ذلك الكلام بعد أن طعن وعلم أنه ميت. فكيف بمن ليس له مثل هذا ولا عشره ولا جزء من مئة منه؟ نسأل الله العافية. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. السؤال والحساب بين يدي الله يوم القيامة أمر عظيم الخطر، لا بد أن تكون منه على انتباه، والأمر قريب، ليس كما يغفل كثير من الناس ويظنون بعده ويقولون أيان يوم القيامة، مستبعدين إياه، بل قد اقتربت الساعة وانشق القمر، بل قد أزفت الآزفة، بل قد اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. فالإيمان باليوم الآخر لا بد أن يتجدد في قلب المؤمن كل حين. ولذلك تكثر آيات القرآن من بيانه وبيان مواقفه. فهذا موقف السؤال،
ثم ذاك وآخره كما ذكرنا تلقي الكتب، فهذا يلقى كتابه بيمينه، وقد ستر الله عز وجل عليه ذنوبه وغفرها ومحاها من كتابه حتى أوتي كتابه بيمينه لأول وهلة، فيرجع إلى أصحابه ويقول هاؤم اقرؤوا كتابيه، وقد اطمأن إلى أن الفضائح التي فيه قد أزيلت، فلذلك يقول هاؤم اقرؤوا كتابيه، وكلهم ينتظر نفسه ويتمنى لنفسه مثل هذا الجزاء وأن يؤتى كتابه بيمينه، وكل يؤخذ واحدا واحدا يوقف بين يدي الله وقد وقفوا بين يديه صفا، وقد جعلوا صفا يؤخذ الواحد منهم ثم يستر عليه ثم يعود بعد ذلك، وقد أوتي كتابه بيمينه وهناك من يؤتى كتابه بشماله، كما قال عز وجل وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية، يا ليت الموتة التي متها كانت القاضية التي لا بعث بعدها، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني ماليه، ماله أين ذهب؟ قد ذهب كله، ليس معه منه شيء، ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه، هلكت عني حجتي، ليس عندي حجة، وكذلك صاحب السلطان والجاه والمنزلة هلك عنه سلطانه، بل قد هلك وهو في الدنيا حين وضع في القبر أو حين زال عنه سلطانه، نسأل الله العافية. هذا البلاء وهذا الكرب الشديد الذي يكون في الحساب يعقبه تطاير الكتب وأخذ الكتب باليمين أو بالشمائل، ثم بعد ذلك الوزن، وكل موقف والله إن من المواقف القيامة لهائل. قال عز وجل والوزن يومئذ الحق، فهو وزن بالقسط، ميزان عجيب الشأن، ميزان يوضع فيه الإنسان ويوضع فيه كتابه، كتاب أعماله، وتوضع فيه أعماله ذاتها، وهو يزن بطريقة غير طريقة الناس وغير طريقة وزن الناس. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يؤتى بالرجل العظيم السمين يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوضة. انظر، يوزن رجل عظيم القدر عند الناس، سمين في بدنه، كانوا يرونه في الدنيا يساوي مئات الرجال وآلاف الرجال، بل يضحون من أجله بآلاف الرجال، وكم من كبار ورؤوس وملوك قتل من أجلهم الآلاف، ويرونه أغلى منهم ويفدونه بالملايين، ويوضع في الميزان وتوضع في الكفة الأخرى جناح بعوضة، فترجح جناح البعوضة، يرجح جناح البعوضة على ذلك الرجل العظيم السمين، لا يزن عند الله جناح بعوضة، لحقارته وذله وهوانه عند الله عز وجل، يجعله الله سبحانه وتعالى كذلك فضيحة له، لا يزن عند الله جناح بعوضة، هو وكتاب أعماله وأعماله كلها لا تزن عند الله جناح بعوضة، خف ميزانه فحصل على الخسران المبين. فهذا الذي يوضع في الميزان الشخص نفسه، وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في المقابل عندما أمر ابن مسعود رضي الله عنه أن يصعد شجرة أثناء أحد الغزوات أو في بعض السفر، فصعد ابن مسعود رضي الله عنه وكان دقيق الساقين، كانت ساقاه غير سمينة، فضحك بعض أصحابه من ذلك، فقال أتضحكون من دقة ساقيه، إنهما لفي الميزان عند الله أثقل من جبل أحد. فانظر كيف كان عبد الله بن مسعود ذا القدم الراسخ الصادق في الإسلام والعلم بكتاب الله، ساقاه عند الله أثقل في الميزان من جبل أحد. وأما الأعمال فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام كلمتان
خفيفتان على اللسان، حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم كذلك عن وزن صحائف الأعمال، فأخبر عن رجل من أمته صلى الله عليه وآله وسلم يؤتى يوم القيامة 99 سجلا، كل سجل منها مد البصر قد ملئت بالسيئات، كل كتاب من هذه الكتب مد بصر الإنسان عدة كيلومترات، كتاب حجم الواحد منه 99 كتابا، حجم السجل منها بضعة كيلومترات، مد بصر الإنسان كلها مليئة بالذنوب، سجلت عليه هذه الذنوب كلها. فانظر كم في صفحات هذا السجل، وكم في كل صفحة منها من ذنوب، وكم عمل هذا الرجل من ذنوب، كل سجل منها مد البصر. فيقرره الله عز وجل فيقول أنه فعل ذلك، فيقول أظلمك كتبت الحافظون، فيقول لا، فيقول هل لك عندنا، فقال هل لك من عذر، فيقول لا، فيقول هل لك عندنا من حسنة، فيقول لا، فيقول بلى إن لك عندنا حسنة. فتخرج بطاقة فيها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فيقول ما تفعل هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقال اشهد وزنك فإنك لا تظلم، فتوضع البطاقة في كفة والسجلات في كفة، فترجح البطاقة وتطيش السجلات ولا يثقل مع اسم الله عز وجل شيء، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في من قال لا إله إلا الله بإخلاص تام ويقين تام، ومات على ذلك، مات عند ذلك، فطاشت السجلات الكثيرة وغفرت الذنوب الكثيرة ورجحت البطاقة التي فيها لا إله إلا الله محمد رسول الله يبتغي بها وجه الله سبحانه وتعالى. قالها بإخلاص ويقين وعزم على أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، فإن الإخلاص التام واليقين التام موجب لتحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى ظاهرا وباطنا، وإن كانت ذنوبه قد بقيت لأنه نسيها ولم يتب منها واحدا واحدا ولم تسعفه المدة حتى يستغفر ويتوب من هذه الذنوب، ولا حول ولا قوة إلا بالله، فهو يكاد لا يعلمها من كثرتها. ومن يحصي على نفسه؟ لو قيل لك يا عبد الله عد ذنوبك، عدها، عد ذنوبك وأحصها في كراسة تبلغ أقل من ربع المتر أو أقل، هل تستطيع؟ ربما رأيت أنه ليس لك ذنوب، ربما عددت ذنبا أو ذنبين وأنت لا تدري عن الباقي، ولذلك لا تستغفر وأنت لا تدري أو غفرت هذه الذنوب أم لا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومن هنا كان على العبد أن يبادر كل يوم بالسؤال لنفسه والمحاسبة قبل أن يسأل ويحاسب، كما قال عمر رضي الله عنه حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا، وتزينوا للعرض الأكبر يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، لأن اليوم الذي يمضي أنت تنسى فيه ذنوبك، وربما لو سألت نفسك عن نصف اليوم ربما نسيت فيه الكثير، ولم تحصي من أعمالك ما تحتاج فيه إلى مراجعة وتوبة وإنابة، وما مضى ينسى ولا يستغفر منه ولا يندم عليه، فلا تصح فيه شروط التوبة التي لا بد فيها من الندم على هذا الذنب والإقلاع عنه والعزم على عدم العودة، فكيف يحصل ذلك وأنت قد نسيته أصلا؟ ولذلك يبقى هذا الأمر ويكتب في صحائف السيئات ولا يمحى ويؤتى به يوم القيامة، وإن كان في المقابل من صدق في رغبته في التعبد لله عز وجل والانقياد لشرعه والإخلاص لوجهه والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم، يرجى أن تكون كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله التي مات عليها
ثقيلة في ميزان حسناته فعندما توضع ترجح، وإلا فكثير من الناس ممن يقول لا إله إلا الله يخف ميزانه ويدخل النار، وبإجماع أهل السنة والجماعة بعد النصوص القاطعة من الكتاب والسنة أن هناك من يدخل النار من الظالمين لأنفسهم من أهل التوحيد والإخلاص، لكن لا يقوم إخلاصهم وتوحيدهم مقام مغفرة جميع الذنوب، يدخلون النار ثم يخرجون منها. فوجود هذه الطائفة مقطوع به عند السلف رضوان الله تعالى عليهم، أعني طائفة عصاة الموحدين الذين يدخلون النار ثم يخرجون منها بشفاعة الشافعين ثم برحمة رب العالمين، أناس قالوا لا إله إلا الله. وذلك أن آخر من يخرج من النار ممن يقول لا إله إلا الله، قد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث الشفاعة أن الله أنه يستأذن ربه يسجد ويستأذن ويثني على ربه عز وجل، فيقول الرب فيحد له حدا فيخرجهم من النار ويدخلهم الجنة، ثم يعود في الثانية فيحد له حدا فيخرجهم من النار ويدخلهم الجنة، ثم يعود في الثالثة فيحد له حدا فيخرجهم من النار ويدخلهم الجنة، ثم يقول النبي عليه الصلاة والسلام فأعود في الرابعة فأقول يا رب إذن لي في من قال لا إله إلا الله، فيقول الرب عز وجل ليس ذلك لك، ولكن وعزتي وجلالي لأخرجن من النار من قال لا إله إلا الله. فهؤلاء الذين يخرجهم الله عز وجل بغير عمل عملوه ولا خير قدموه عتقاء الرحمن في رقابهم الخواتيم ممن يقول لا إله إلا الله ولم يعملوا خيرا قط، لكن في قلوبهم قدر ولو أدنى ذرة من حب الله عز وجل والانقياد لطاعته، وذلك حقيقة لا إله إلا الله. فالإله هو المعبود والعبادة هي الحب والانقياد، لكن كان الانقياد ضعيفا جدا والحب ضعيفا جدا لدرجة أنه لم يظهر أثره على جوارحهم وأعمالهم غير أنهم نطقوا كلمة التوحيد. فيخبر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أنه ليس هو الذي يتولى إخراجهم عليه الصلاة والسلام، ولكن يخرجهم الله عز وجل برحمته سبحانه وتعالى، فيقبض قبضة من النار يخرجهم من النار ويدخلهم الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه. فانظر إلى من سبقهم، كانوا ممن يقول لا إله إلا الله قطعا ومع ذلك دخلوا النار ومع ذلك خف الميزان. فليس كل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله كصاحب هذه البطاقة، ليس كل من قال لا إله إلا الله ثقل بطاقته كصاحب بطاقة من رجحت بطاقته 99 سجلا كل سجل منها مد البصر. فلا تغتر، لأن كثيرا من الناس يظن أنه معه هذه البطاقة كصاحب هذه البطاقة الراجحة، ليس كذلك. كثير ممن يقول لا إله إلا الله يخف ميزان ويدخل النار مع أنه يقولها ولا حول ولا قوة إلا بالله، بطاقته خفيفة، وزن الإيمان في قلبه خفيف ولا يرجح ولا يثقل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الله عز وجل الإله المعبود، كم في قدرك من تعظيمه حتى لا يثقل مع اسمه الذي في قلبك تعظيمه والذي في بطاقتك تقوله صادقا مخلصا معظما مكبرا تكبيرا حقيقيا، كم من هذا التعظيم حتى يثقل. وإلا فلو كان التعظيم قليلا والتكبير قليلا وضعيفة لم ترجح بطاقتك، ووضعت أمام سجلات ربما أقل من ذلك فرجحت السجلات ولا حول ولا قوة إلا بالله. فاخشى من لحظة الوزن، واخشى يوم توضع في الميزان أنت، المؤمن يوضع والكافر يوضع. فساق عبد الله بن مسعود وضعت في الميزان وهي أثقل من جبل أحد، وأفعالك توضع وأقوالك توضع، وكذلك
صحائف أعمالك توضع، السجلات التي كتبت فيها الملائكة أعمالك، والوزن يومئذ الحق، ميزان حساس. قال الله عز وجل: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. توزن فيه هذه الأمور بميزان الذر، وإن كان كما ذكرنا ميزانا عجيبا لا يؤثر فيه ضخامة الوزن في الدنيا وكثرة الكتلة ولا السن ولا المكان والمنزلة عند الناس، وإنما على قدر الإيمان الذي يكون، على قدر ثقل الإيمان وتعظيم الرب في قلبك يكون رجحان الميزان أو خفته. والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. عندما ينادى قد أفلح فلان أو سعد فلان سعادة لا يشقى بعدها أبدا. أي لحظة هذه؟ لحظة النجاح. هؤلاء الطلاب عندما يسمعون تقديرهم بالنجاح المطلوب، حصولهم على أعلى الدرجات، إنما يسعدون بها لحظات ثم تزول هذه السعادة. حتى لو دخل أفضل الكليات أو حصل على أعلى الدرجات أو حصل على أعلى الوظائف، كم من حاصل عليها تعيس في حياته، كم من مرموق الوظيفة ينظر الناس إليه في وظيفته، ذاك طبيب وذاك محام وذاك قاض وذاك مستشار وذاك رئيس وذاك ملك، وهو تعيس في حياته، حصل على أعلى الوظائف وهو خاسر، وهو حزين شقي في الدنيا والعياذ بالله وفي الآخرة. وكم من إنسان ما نال مثل هذا وهو راض بقضاء الله وهو سعيد. إذا كانت لحظة إعلان النتيجة التي تدق لها القلوب، قلوب الأشخاص والآباء والأمهات والعائلات، الناس ينتظرونها بشغف، ينتظرون ماذا حقق هذا الطالب وماذا حقق هذا المتقدم للوظيفة وماذا حقق هذا المدير حتى يرقى إلى وظيفة أعلى، هل نجح في المطلوب أم لا، ويسعد سعادة عظيمة عندما يبلغ بالنجاح المطلوب وبالدرجات العالية. فعندما يثقل الميزان ويحصل الفلاح النجاح الحقيقي، عندما ينادى قد سعد فلان سعادة لا يشقى بعدها أبدا، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. هل أعددت لهذا اليوم عدته؟ ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. فمن ظلم بآيات الله عز وجل الظلم الأكبر، خف ميزانه خفة لا يبقى معها حسنة، ولا يولد في قلبه إيمان قط، ولا يخرج من النار أبدا، لأنه ظلم الظلم الأكبر حين كذب بآيات الله أو استكبر عنها. وأما من ظلم نفسه بآيات الله دون ذلك فقد يخف ميزانه ويدخل النار، ونسأل الله العافية. ولكن إن بقي شيء من الإيمان في قلبه فالله عز وجل يقول: أخرجوا، يقول للملائكة وللمؤمنين: أخرجوا من قد عرفتم، أي ممن كانوا يصلون ويصومون ويحجون، كما يناشد المؤمنون ربهم يوم القيامة لإخوانهم الذين في النار، يقولون: ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون ويحجون، انظر أناس مصلون حاجون مؤتمرون صائمون دخلوا النار، فما البال في من يترك ذلك، دخلوا النار بذنوبهم. فيقول الله عز وجل: أخرجوا من قد عرفتم، فيحرم الله صورهم على النار، يحرم صور أهل الجنة على النار فيدخلون النار حتى لا تحرقهم النار، يحرم الله صورهم على النار فيعرفونهم بأثر السجود، حرم الله على النار أن تأكل أثر السجود، يخرجون من قد عرفوا، تأكل النار من ابن آدم إلا أثر السجود، فيخرجون هؤلاء ثم يعودون فيقولون: ربنا قد أخرجنا من أمرتنا، فيناشدون الله في من دون ذلك،
فيقول الله أخرجوا من وجدتم في قلبه مثقال دينار من إيمان أو من خير، مثقال 4 جرامات من خير، الله أعلم بقدر ذلك، وإنما هو خير يوزن على سبيل التقريب لنا بميزان الدينار، بميزان نصف الدينار، بميزان أقل من ذلك. فيقول في كل مرة أخرجوا من وجدتم في قلبه مثقال دينار، ثم يقول في التي بعدها مثقال نصف دينار، ثم يقول أخرجوا من وجدتم في قلبه مثقال ذرة من خير، فيقولون يا ربنا لم نذر فيها خيرا، فيقول الله عز وجل شفعة الملائكة وشفع المؤمنون، شفع النبيون وشفع المؤمنون، ولم يبق إلا أرحم الراحمين، فيقبض قبضة من النار فيخرجهم منها ويدخلهم الجنة، يقال لهم عتقاء الرحمن، هؤلاء عتقاء الرحمن في رقابهم الخواتيم، أدخلهم الله الجنة بغير عمل عملوا ولا خير قدموا، هكذا يقول أهل الجنة، فيحييهم الله عز وجل بعد إماتتهم في النار إماتة، يحييهم بأن يصب عليهم أهل الجنة من نهر الحياة، فيحيون ينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. وكل هذا ثابت في الأحاديث الصحيحة في الصحيحين وغيرهما. نسأل الله عز وجل أن يثقل موازيننا وأن يخسع شياطيننا وأن يجعلنا في الندي الأعلى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. عباد الله، إن ثمرة العلم بالسؤال والحساب وتطاير الكتب بالأيمان والشمائل والوزن يوم القيامة، إن ثمرة هذا العلم أن تجعله نصب عينيك دائما، وأن تسعى لتخفيف السؤال عنك يوم القيامة، وتسهيل الحساب غدا وتيسيره، والدعاء لله عز وجل بذلك. فلقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم حاسبني حسابا يسيرا، وقال عن هذا الحساب اليسير أنه العرض، فقد قال عز وجل فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. يؤتى كتابه بشماله تلوى ويأخذ كتابه من وراء ظهره، تلوى شماله فيأخذ بها كتابه من وراء ظهره، فهو يأخذها بالشمال من وراء ظهره ويدعو نفسه بالهلاك، يقول واثبورا واهلاكا، هلك والعياذ بالله، فسوف يدعو ثبورا ويلقى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا. نعوذ بالله من السعير. إنه كان في أهله مسرورا، أي في الدنيا فرحا متكبرا معجبا بنفسه، يظن نفسه في المحل الأعلى، وهو يرى نفسه قد حقق المطلوب وزيادة، ولئن رد إلى ربه لا يجدن خيرا منها منقلبا، ولئن رجع إلى ربه لا يجدن عنده الحسنى. ثمرة العلم بهذه المواقف أن تعد للسؤال جوابا، وأن تسعى لتخفيف الحساب بمحاسبة نفسك كل يوم، وأن تعد نفسك وقد أقبلت على الآخرة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، وكان ابن عمر يقول إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اغتنموا 5 قبل 5: حياتك قبل موتك، وفراغك قبل شغلك، وصحتك قبل سقمك، وشبابك قبل هرمك، وغناك قبل فقرك. اغتنم ذلك، يوشك أن تسأل عن كل ذلك. لا، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن علمه ماذا عمل به، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فاسأل نفسك قبل أن تسأل، وحاسب نفسك في الصباح والمساء، على الأقل حين تأوي إلى فراشك،
فكر فيما فعلت في اليوم وبادر بالاستغفار، نستغفر الله عز وجل ونتوب إليه، وكثر من ميزان حسناتك بفعل الحسنات حتى تكتب في ميزان في كتاب الحسنات، وأكثر من مراقبة حال القلب، فإن الموازين تخف وتثقل ليس فقط بالظاهر كما ذكرنا في حديث صاحب البطاقة، فالكل معه بطاقة، كل مسلم معه بطاقة لا إله إلا الله محمد رسول الله، لكن تفوتت في الميزان حسب حال القلب. فكلما خلصت قلبك لله عز وجل ونيتك، وكلما خلصته من الحقد والحسد والضغائن، وكلما أخلصته من الكبر والعجب والغرور ومدح النفس والثناء عليها، كلما خلصته من أمراض الشبهات المضلة والشهوات المغوية التي تغوي أكثر الناس، كلما طهر قلبك، كلما ثقل فعلك في الميزان، كلما كانت سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم التي تقولها أثقل عند الله عز وجل. فأعمال الناس ليست بدرجة واحدة، وليست كتبهم وإن كتبت فيها الأعمال الظاهرة واحدة، وإنما ميزانها خفتها وثقلها على قدر الإخلاص واليقين، وعلى قدر ابتغاء وجه الله عز وجل، على قدر الخوف من الله وتعظيمه، على قدر مراقبة الله سبحانه وتعالى، وعلى قدر شكر نعمته والصبر على بلائه، وقدر محبته في القلب ونية الإنقياد لطاعته سبحانه وتعالى واجتناب نواهيه. فبقدر أعمال القلوب تتغير صفة بطاقات الأعمال وكتب الأعمال. فأعد لهذا اليوم عدته، وأعد ليوم الميزان، لساعة الميزان التي لا يسأل أحد فيها عن أحد، حتى ينادى لقد سعد فلان سعادة لا يشقى بعدها أبدا، أو ينادى عليه لقد شقي فلان شقاوة لا يشقى بعدها أبدا، لا يسعد بعدها أبدا، لقد شقي فلان شقاوة لا يسعد بعدها أبدا. انظر إلى هذا الخطر العظيم، رسب رسوبا لا ملحق فيه، لا رجوع فيه، لا عودة فيه إلى ورقة الامتحان. أنت معك الآن ورقة كورقة الامتحان، أعني كورقة الامتحان، تسجل فيها إجاباتك كل لحظة من لحظاتك، فلا تسجل فيها ما يؤخذ عليك. وإن كان ورق الامتحان في الدنيا لا يراه الطلاب، لكن سترى صحيفة أعمالك يوم القيامة، تؤتى كتابك وتعرف ما فيه، ويقال كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، وبالكرام الكاتبين شهودا. فنسأل الله أن يعافينا من ذلك. ثمرة هذا العلم تغيير في السلوك، ثمرة هذا العلم مراقبة في العمل واجتهاد في الاستغفار والتوبة، حتى تثقل الحسنات وتخف السيئات. وإلا فمن أهمل نفسه وغفل عنها وغفل عن السؤال والحساب يوم القيامة خف ميزانه غدا، وإنما يثقل الميزان ويخف السؤال والحساب لمن حاسب نفسه اليوم. فنسأل الله عز وجل أن يعافينا جميعا، وأن يثقل موازيننا، وأن يحاسبنا حسابا يسيرا، وأن يدخلنا الجنة بغير حساب ولا عذاب. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره، واجعل الدائرة عليه يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا،
ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أخلص.